لما قتل ابن آدم أخاه لم يدري ماذا يصنع به، لأنه أول ميت مات من بني آدم، فأرسل الله تبارك وتعالى غرابا يثير الأرض ليدفن فيه غرابا آخر ميتا، على ما قاله بعض المفسرين. قال الله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. والحكمة في تخصيص الغراب أن الغراب هو الذي يقوم بدفن الأشياء دون غيره من الحيوانات، والغراب أذكى الطيور وأمكرها على الإطلاق، وقد خلقه الله تعالى مؤهلا لهذه المهمة. فقد أثبتت الدراسات العلمية أن الغراب يملك أكبر حجم لنصفي دماغ بالنسبة إلى حجم الجسم في كل الطيور المعروفة. تعيش الغربان في جماعات كما البشر، ولها محاكم تعاقب المخطئ وتقتص منها. هذه فطرة وضعها الله بها وميزها بها عن سائر الطيور. درس الأوروبيون الغراب ومجتمعاته، فهو يعيش في جماعات وأسراب، إلا أن زوج الغربان يعيشان طول عمرهما مع بعضهما البعض مثل البشر، وإذا اقترب ذكر غريب من زوجة الغراب فتقوم بضربه حتى يبتعد عنها. ومن بين المعلومات التي أثبتتها دراسات سلوك عالم الحيوانات محاكم الغربان، وفيها تحاكم الجماعة أي فرد يخرج على نظامها حسب قوانين العدالة الفطرية التي وضعها الله سبحانه وتعالى، ولكل جريمة عند جماعة الغربان عقوبتها الخاصة بها. ومن أهم وأكبر العقوبات في عالم الغربان هي عقوبة الإعدام. في حالة اعتداء غراب على أنثى غراب آخر، يقومون بعقد محكمة في حقل زراعي أو أرض واسعة، ويأتون به فينكس رأسه ويخفض جناحه اعترافا منه بذنبه، فعندما يحكم عليه بالموت ينقض عليه جميع الغربان تنقر رأسه حتى الموت، ويقوم أحدهم بنقله ويحفر له قبرا يتناسب مع حجمه، ثم يضعه ويهيل عليه التراب ويتركه، فلا تجد مخلوقا يدفن موتاه سوى الغربان والإنسان فقط. ومن آيات الله سبحانه وتعالى أن يبعث الغراب ليعلم الإنسان. سبحان الله العلي العظيم. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من مليون مشترك، وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.